المنبر. الرسام 16/6/2012. السمة الرئيسية من سمات هذا النظام الكافر والفاجر استهداف المساجد في جميع أنحاء الجمهورية السورية. مدينة الرسام استهدفت مساجدها العشرة بقذائف الصواريخ وقذائف الدبابات وقذائف الهاون. عشرات القذائف تساقطت على هذه المساجد، وهذا أحد المساجد الذي تم استهدافه بأكثر من 6 قذائف هاون وقذائف دبابات وأيضا بصواريخ جو أرض. الصورة تتكلم. المنبر، المحراب، صواريخ أرض جو، المساجد، المصاريخ. أخذ المصاحف. الله أكبر عليك يا مجرم يا بشار. الله ينتقم منك، الله ينتقم منك أشد انتقام. هذا المجرم يرسل لنا مناشير عبر طائراته بأنهم إسلام ونحن إسلام ويجب علينا إلقاء السلاح. لن نلقي السلاح قبل أن نتخلص منك ونعدمك بهذا السلاح بإذن الله. مرة في الزعبي من داخل مسجد خالد بن الوليد الرسام.